اهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير. انا معكم الاسكندريه، والاسكندريه تستقبل فصل الشتاء بهطول الامطار الان على محافظه الاسكندريه كما اعلنتها هيئه الارصاد الجويه، حيث انتشرت معدات شركة الصرف الصحي على طول كورنيش اسكندرية والميادين العامة اليوم طبقا لهيئة الأرصاد الجوية بفرصة هطول أمطار على فترات متقطعة واضطراب الملاحة البحرية في الاسكندرية وعلى البحر المتوسط. وكانت شركة الصرف الصحي أعلنت رفع حالة الطوارئ استعدادا لهطول الأمطار اليوم السبت على بعض المناطق، وهي على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%. وبحسب الأرصاد أن هناك اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على شاطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الامواج من 1.5 متر الى 2.5 متر. ورفعت شركه الصرف الصحي درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من امس الجمعه، كما قررت شركه الصرف الصحي ايقاف الاجازات وبدل الراحات اعتبارا من اليوم السبت مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات أولا بأول، كما شدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، كما شدد على تواجد رؤساء القطاعات ومدير العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ شركة الصرف الصحي على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، كما شدد على تواجد رؤساء القطاعات ومدير العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ قرارات فورية لحلها. كانت هيئة الأرصاد أوضحت أن هناك نشاط للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ويشهد ايضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 40 الى 50 كيلو متر في الساعة وارتفاع الامواج من 1.5 متر الى 2.5 متر مع وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحر. كما نشاهد أمطار على الإسكندرية الآن وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ومحافظة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ القصوى.